أعرف ذاته، اتعلمت يا دوب تعرف الكتابة والقراية وكده. الناس كيف بيعرفوا إنه الله في الساعة كده وتاريخ كده؟ فده كله لقط ساكت يا دوب. طيب المهم ما بيهمنا الرسول ذاته أمي، فبنزل له الوحي إيزي جدا، والناس اختدت به مليار و800 مليون، والماتوا ملايين كانوا مختدين به، يعني الموضوع بقى خطير يعني إيزي جدا. صوتي واصل صح؟ بفجرك بلساني ده صح؟ ما بالضرورة أكتب ولا أقرأ. طيب 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 نجيب لكم الزول اللي بيحلل الزنا وبيحلل السرقة، ولكن في نفس اللحظة ما أدري أحللها في الضيان. يمكن الكلام بتاع الزول ده واضح جدا، أنا خليه نحلل الكلام بتاع كويس. ناس فور برقة يا كسلة، يسلموا عليك، تحياتنا، شكرا لك. طيب لا ما الناس قالوا ما بعرف بقرا، انا هسي قريت كيف ناس فور برنا انه بيسلموا عليك، انا ما اعرف. المهم ده ما علينا، انا لسه داير احلل كلام الزول ده هنا، داير اجيبه تاني لانه في ناس انضموا لنا عشان نحلل كلامه، عشان الحركات يمشي له يسمع. انا ما شايف انه في اهميه كبيره كده بالنسبه لي الان في الوقت الحالي، يعني انا لو صدقت الفاشل ولا خليت الفاشل ما زال اهميه كبيره. ليه؟ لأنه غربي دارفور حدودك مع تشاد، إذا كنت بتتكلم عن خطوط إمداد جنوب دارفور، إذا كنت بتتكلم عن خطوط إمداد أفريقيا الوسطى، زالينجا وصل دارفور مرورا لحد شرق دارفور، وأنت ماشي كده لحد كردفان، يعني الفاشل ما فيها مشكلة كبيرة. عشان الناس يقولوا يتصارعوا ماشيين الفاشل ما ماشيين الفاشل، لكن انا حسب اللي علمته انه قرار القياده ما في اي صراع او لن يعني الدعم السريع لن يخوض حرب ضد الحركات المسلحه، ده اللي انا فهمته من القياده. بس طيب حلو شديد، انا داير الخص الموضوع لانه انا جبت الكلام ده مرتين ودي المره الثالثه وما لخصت الموضوع. اول حاجه الحركات المسلحه ما تنخدعوا، ما في زول الزول ده المجرم القاتل ده ما يخدعكم، ولا تعمل اتفاقية مع الجنجبيد يا جماعة. الزول اللي اغتصب ارضك وعرضك يا جماعة، اقوا شوية كده يعني، ارتقوا شوية كده يا جماعة، ارتقوا شوية كده، حنوا لأهلكم القاعدين مش الحتيم في معسكرات النزوح واللجوء، خليكم عندكم ذرة شوية كده بتاعت إقليمية سايخة اللي بتاعت يعني السودان ككل، ذرة بتاعت إقليم كده، ذرة هنية على الناس المشلحتين اللي قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء، خليكم الناس شوية كده عندكم ذرة بتاعت إنسانية. يعني نحن نترجاكم لأنه أنتم ماسكين الجمرة، يعني نحن ما بنقدر، أنتم كشباب قاعدين هناك ما بنقدر نقول لكم خشوا الحارب وحاربوا بالقوة وبتاع وبتاع، لكن نحن نترجاكم ما تسمعوا كلام الناس ده. إذا معناته الناس دي عملوا معكم هدنة يا جماعة، على حسب كلام المجرم ده عملوا معكم هدنة، ما دري يقاتلوكم قال لك في الذات الوقت ده، لانه بفشلوا بفشلوا والله والله بفشلوا، وفشلوا نجحكم انتم والله العظيم، نرفع عليكم القبعات وتكونوا تاريخ وتكونوا عندكم اصوات بتاع النازحين واللاجئين وبتاع الشعب السوداني وكلهم الشرق والغرب والجنوب والشمال مرتاحين جدا انه الحركات المسلحه خش الخط، والله واحد فيكم يترشح ويبقى رئيس السودان قسما بالله. لكن والله تقول ان احنا دير الجيش ده جيش كله كيزان وتقودوا برا وما تكونوا جزء من الحل وما تكونوا جزء من القتال، لا في زول بخط لك قيمه، لا اهلك بخط لك قيمه، وانت ذاتك حتشرر، انت ذاتك حتقبل سلاحك ده حتبقى نازل ولا جي. عرفتوا كلامي؟ فانتبهوا جدا. اما من نبدا الرساله بتاع الجيش احنا ما حنرسل له اي رساله، لانه حنرسل رساله للمواطنين الشماليين فقط. فكك من الجيش يا ضرب. ما عندنا لو اي حاجه. الله جل قال انا حنس وحنسنا كثير واختلفنا عشان الجيش ده، وفي النهايه الجنجويته في فتره الاربع شهور ده يعني كسب ذاته الخلاف اللي بيننا وبين الشمال يعني. فالمعركه دي يعني خلاص فاقين عنه، والموضوع ده يعني ما حنتراجع فيه ولا عندي شغله فيه، والجيش ده ولا بحرر ولا الجيش كجيش كده ما عنده مشكله، لكن القيادات وسخة ساكت عفنا ما عنده اي برنامج يا زول، معفنين جزم ساكت ريمم ساكت. حس الزول ده بقى كلام واضح، قال لك ان احنا الطريق بتاع الامداد من تشاد ها جايين، وعم دافوك يا حمدان افريقيا الوسطى جاي، ها ناس نياله بيغادي نياله ده معبرهم، وما مرتع بتاعت بيجوا من الضيين من هناك، الرزيقات بيجوا من الضيين. نقول لو ملاحظ انه من باب الحريه والعداله قلنا المفروض يحصل قتل وتشريد وضبه وفيديوهات في الضيين، لكن الغراب ما بقيت انا اخوه
يعني رفضوا يقتلوا أهلهم وينكلوا بهم في الفيديوهات. إذا أنت كشمالي، إذا البوابة الغربية دي ما انسدت وبزقت الجنينة وانقهرت الجنجويدي هنا، ما حتنعموا باستقرار ولا أمني، ولا حتقعدوا من مصر. أديكم لا أنا والله العظيم، وما دارين نختلف تاني، والفات مات ومسحوا لنا في وشنا، والله ما تنعموا باستقرار ولا تنعموا ولا حتقدروا تجوا بيوتكم، والجنجويت بكون مستمر وبشريا وبجيب السلاح. والله انا بديكم كده من بيت، وده ياخذ ضربي، شايفينه كلامه عديل واضح جدا، خدت لكم دبر انزاي، كانه في اتفاق بين البرهان وبين بين اسمه بين الجنجويت انه يسلمهم دارفور. والله جد، والله جد، اقسم بالله جد. يعني شغله واضحه جدا. فالحركات المسلحه ما تصدقوا الكلام ده. شوفوا انتوا غرفة العمليات لو انتوا مشتركين مع الجيش سوا، ده كلام طيب، شيلوا من الجيش سلاح وذخيرة، ده واحد. نمرة اثنين، استنفروا اهل دارفور، سليهم. الاستنفار كيف؟ ما تقول للناس تعالوا، لا لا، تمشي لهم بالطاشرات وفي محلهم، تنزل لهم الذخيرة والسلاح، تنزل لهم الذخيرة كده وتديهم سريات وكده استنفروا معك سلاح وذخيرة وطاشرات، سلاح وذخيرة وطاشرات، توزع بس كده بب 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 بب. بس ترفع انت حركه مسلحه، ترفع الو هاي الناس اللي في الحته الفلان هاي دقوا هناك، وانتوا ناس الفلان هاي دقوا هناك، والناس الفلان اكثر من 40 موقع دق في ليله واحده. انت كحركه مسلحه تضرب طوط وترتاح وتنوم قفا، لانه هيمشوا لمنو؟ متحركهم واحد من زمان عارفينهم، نفس الوجوه نفس الملامح والشبه، يتحركوا امام عبد الرحيم دقوا نياله، ونفس الناس جوزا الانجي، ونفس الناس فاتوا الجنينه، ونفس الناس رجعوا الضعين. يتخيل، يتخيل المجموعه دي لو انضربت وعبد الرحيم ده مات، والموضوع انضرب في اكثر من 40 موقع، وانضربت دوامرهم ذاته، دوام محلهم ما جو ضربوك في اكل دارك. يعني كيف يعني؟ كيف يعني؟ ولازم تكون عنصري بحت، ولازم تكون ضد القبائل المسيريه والرزيقات. انا بقولها بالفم المليان، اذا كان في مسيري مسيري ولا رزيقي عنده شرف وعنده دين والله خلقه وبيعرف الله، خليه يجي يقول كلمه حق. انا هنا والله، انا هنا يا مكه كده ندس شنو مثلا؟ شنو ندس شنو مثلا يعني؟ ندس شنو يعني مثلا؟ ندفن روسنا في الرمال؟ ها؟ ما هم اصلا قاعدين يجونا باساس قبلي وجهوي. يا اخي قول الحق لو كان مره، يا اخي قول كلمه حق وموت انت شريف ونظيف. طيب في واحد دق لي تليفون كده قاعد انا اشوفه. الو هاي، الو هاي، الحمد لله والله انا شغال في لايف. هاي كويس، تفضل. هاي حطيتك هاي. أول حاجة السلام عليكم يا الناس المشاهدين كلكم، بس في نقاط معينة أنا أقدر أديكم إياها لأسباب معينة. بالنسبة لكلام ربيع، بالنسبة لضربة الفاشر، كان في خطة بإنه لازم الفاشر تنضرب عن بعد، عرفت كيف؟ كان في تخطيط من الإمارات وحفتر إنه الفاشر دي تنضرب عن بعد، ولكن راجعوها فكروا بانه اللي لو ضربوا الفاشر الناس زي الجنود دي كلهم حيطلعوا، ليه ضرب؟ انما الحركات المسلحه تقوم تضرب الجنجوي، حيكون في دعم من الشعب، وحيكون في دعم من الحكومه، وحيكون في دعم من اولاد اغليم دارفور من برا، فحيقوموا يطردون كلهم بالمره، حيطردون مره واحد بيطلعوهم من اغليم دارفور نهائيا. فالحكاية دي برضو درسوها اللي قوي، انه لو حاولوا ضربوا حركات المسلحة النازل حيكونوا خسرانين، وما حيكونوا قاعدين نهائي، ما حيقعدوا في غليم دارفور، وحيجيهم دعم من تشاد من ناحية سنين بالنسبة للحركات المسلحة. عشان كده قاموا فكروا رجعوا وقالوا نحن ما نهبشهم ونحاول ندردهم ويكونوا معانا، باعتبارنا ان احنا غليم دارفور حقنا، ويكونوا معانا لما نحن نتمكن من الدعم دعم كامل شامل، ونكون قادرين ساعتها ان احنا ممكن نقدر نمشهم وننتج المنطقه دي بالتحديد. دي نقطه واحده. النقطه الثانيه اللي اقول لك يا احمد، انت بتطلع في التيك توك مع ناس خالد وغيره وغيره، زي ما قلت ما في دعم من الجيش ولا من القيادات بتاعت الجيش، ولكن لازم يكون في تنشيط، لازم يكون في تكاتف من اولاد الشمال لضغوط البرهان، لان شنو؟ لازم يسكر البوابه الغربيه من اجل سلامته.
خليك من صرف النظر عن انه هم مهتمين في اغلين دارفور ولا ما مهتمين، اصلا هي واضحه البرهان بايع بايع اغلين دارفور بايعه، ولكن زي ما انتوا قلتوا ان احنا ما نرجع الحاجه دي ويحصل تناقض عشان ما يكون في شتات وعشان ما الجنجويت ما يلقى ثغره، رغم انه الجنجويت عاملين ضغوط القاحات او الدعم اللي جاي فوق للقاحات ذاته عنده الناس فوق له، انه لازم يكون في ضغوط في الخرطوم على اساس انه عشان شنو عشان البرهان يوافق بالحكم المدني ويجيب واحد من القاحات يسلمون، فده باعتباره انه نهي الحرب. بل حاليا هسه الخطط الماشيين عليه يبغوا طبال البرهان، والبرهان اصلا يغلم دارفور بايعه بايعه، يمسكوها الحركات يحرروها ما يحرروها ينضرب، المهم سلامه الخرطوم او سلامه الناس الثانيه. فما عايزين نرجع للنقطه دي، ولكن لازم يكون في ضغوط من ناحيه الشعب من ناحيه الشماليين للبرهان، لانه لازم الاغليم ده البوابه دي لازم تنكفل، مش حبا لناس الاغليم ولا حبا لناس دارفور، بل لنفسهم سلامه نفسهم، ان هي واضحه في نسبه كبيره جدا انه ما بيهمهم ان دارفور دي بيحصل فيها شنو، حتى لو حصل انفصال ما سلموا، ما يقول احنا لو حصل انفصال حنسلم، ما حيسلموا. فبس انا حاجه اقدر اقولها لك انتوا خالد، لازم يكون في ضغوط منكم للمواطنين الشماليين كلهم بالنسبه لحكومتهم عشان يكفروا الباب ده لسلامه نفسهم واموالهم وبيوتهم والشيء اللي قاعد يحصل ده، والا ما حيسلم ما حيسلم من اي حاجه. شكرا لك، يلا وان شاء الله لو قدرت مشيت معاكم في التيك توك، خلاص ما قدرت بس انت لو جيتي اكتبي انا انتصار، عشان طوالي نحن الناس تيجي نقول لهم يا جماعه كبسوا لها في مش كبسوا كبسوا عشان عايزين نقول لها اعملوا متابعه في صفحتها، فطوالي بيقوم في نفس اللحظه دق 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 بيتابعوك الناس الموجودين في التيك توك زي 2000 3000 كك كك، الموضوع انتهى، طوالي بتخشي وبتفتحي لايفات ويجي كده كده، نحن بنرفع الصفحات كده بنرفع الصفحات. وانا زي ما كلمتك انا قبل اليوم قلت لك انا لما عندي 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 دغت كده، انت يمكن شفت اللايف حقي عندي مراره كده لما تقوم لي تاني ما بتفهم مازول، لكن في نفس اللحظه بقيت يوم يوم يومين بروق، لانه كان عندي مشكله برضو عندي مشكله هاي برضو بتاعت اولادي وده يمكن شفتي في اللايف امس. تحيات شفت انا امس كنت ما فيش، انا اكيد شنو كان رسلت لك رساله ما بعرف نزلت او ما نزلت، ذكرتني حاجه بعدين لو مشيت التيك توك برضه بالنسبه ل ل ل ل انت انت وخالد والناس اللي معاك شاف معاكم ناس باعتبار المكانات معاكم، ففي انا داير اقول يعني يكون في فكره انه ناس تعمل معسكرات في اي غليم ما في له مشاكل في له امان، لازم يعملوا معسكرات، قللوا عملوا معسكرات بنسبه بسيطه الناس حفظي الناس بس في الخرطوم او في في العاصمه بالذات ودرمان بحري، في ناس في بيوت يا احمد ظروف، في ناس يعني في ناس ماتوا فلوسها كامله، بقول لك ما لاقي لا اكل لا علاج لا غيره لا غيره، الناس ما لاقي تطلع لانه ما عارفين يمشوا وين، ما عندهم قروش يطلعوا بيها وما عندهم اهل في الاغاليم. طيب انا اديت دعوه لواد مكه والله بقى يتخربط بقى صوته كده مش مظبوط. تحياتنا المهم. خلاص تمام بس دي اخر لا لا يترك الخربط ذاته والله ما بيمشي الكلام ذاته ما بيمشي. كده انا داير اجيب السماعه اشوف التليفون الثاني تحياتنا. طيب الله يسلمك. كده داير اجيب السماعه اسمع اللايف ولما نيجي اقرر انا ما قلت لك الفيسبوك ده بقى معانا الفيسبوك ده بقى معانا طيب نشوف اللايف ده الصوت حقه كيف تمام؟ لو تمام نرفع ودنك. الصوت كيف تمام يا جماعه؟ الصوت اكتبوا لي الصوت تمام ولا بقي يغطي؟ لانه زماني ده تقرب. لا لا بقي يغطي بقي يغطي الصوت بقي يغطي ما واضح. لا لا بقى يقطع تحياتنا.